الاقتصاد العالمي مع السيد جعفر بدوان الرئيس التنفيذي لشركة ار جي اي للاستشارات. مرحبا بك استاذ جعفر. يعني كما لاحظت فيما يتعلق بالنشرة، يعني واضح انه دائما هناك منطقة حاسمة، دائما هناك قمة حاسمة، ولا يوجد هناك حسم، يعني اكثر من 20 قمة اوروبية، ويبدو انه الامور كل ما على أسوأ. برايك الاوروبيين على ماذا يتفقون؟ يعني واضح انه الخلافات كثير شديدة، وميركل تلوح مرات بالعصا، يعني وتقول لماذا علينا ان نعد اشياء لن نستطيع ان ننفذها. اعتقد ان يعني الموضوع كبير جدا وان الأزمة عميقة كثير. الموضوع الرئيسي، هناك نقطتين في هذا الأساس. أولا أن النظام النقدي العالمي الحالي لم يعد قادرا فعلا على أن يقوم بمهامه في موضوع التنمية الاقتصادية، بمعنى أنه هذا النظام من حوالي 30 أو 40 عاما كان يعتمد في نموه وتطوره بشكل كبير على موضوع الائتمان. الآن العالم الاقتصاد العالمي دخل في موضوع اللي هو انكماش في الائتمان. يعني كان الاقتصاد العالمي قديما أو خلال 40 سنة الماضية يعتمد في تطور على وجود الائتمان، توفر الائتمان، رخص الحصول على الائتمان. الآن احنا في مرحلة معاكسة تماما، وبالتالي التقلص في الائتمان بدأ يضر بشكل كبير في النظام النقدي العالمي، وبالتالي أصبح هذا النظام النقدي العالمي غير صالح نهائيا لخلال الفترة القادمة. الموضوع الآخر، القطاع الخاص بشكل عام وخاصة القطاع اللي في الجزء المتوسط، مشاريع متوسطة والصغيرة، طبعا هذه تكاد تكون شبه انتهت خلال الأزمة الاقتصادية العالمية وحتى الآن. كثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أغلقت تماما، وبعض منها يعاني مشاكل كبيرة. طبعا هذا انعكس بشكل أو بآخر على قطاع البنوك. الآن البنوك الآن تعاني لأنه هناك في مديونات كبيرة ولا تستطيع أن تحصل عليها. في المقابل البنوك المركزية اتبعت سياسة حل مشكلة السيولة وليست حل لمشكلة المديونية، وهناك فرق كبير بين الاثنين. حل مشكلة السيولة يعني أنت الآن بحاجة إلى مبلغ معين، ولكن عندك من الأصول ما يكفي في حال إذا أردت أن تستخدميها للبيع مثلا وتحصلي على أموال إضافية، لكن أنت خلال فترة قصيرة من الزمان تحتاج إلى سيولة معينة تحصلي عليها من البنوك لمدة 6 أشهر، بعدين تعيدي هذه المبالغ. الحاصل بالنسبة للبنوك أو المؤسسات المالية عموما أنه لديها مشكلة مديونية، بمعنى أنها يعني دينت مجموعة كبيرة من الناس وهي لا تستطيع أن تحصل على هذه الديون. البنوك المركزية لم تعالج هذه القضية. البنوك المركزية ما زالت لحد الآن تضخ السيولة بهدف المشكلة على بعد موجودة. يعني المشكلة لم... طب لماذا لا يفكرون بهذه الحلول؟ واضح أنه طب عندهم خبرات لأنه اقتصاد. لا تستطيع أمة واحدة أو حتى دولة واحدة أو حتى الاتحاد الأوروبي أن يتحمل حجم الكارثة القادمة. أنا هذا برأيي. يعني هم فقط يعني يدحرجونها للأمام، يعالجونها على أمل يعني شراء تتدحرج الوقت. شراء الوقت. طيب هي حتجي يعني أمامنا واضح أنه مطب هناك كبير. هناك في مشكلة كبيرة لا تعالج خلال فترة قصيرة، تحتاج إلى سنوات طويلة قد تمتد إلى 10 إلى 15 سنة. قدموا الحلول بشأنها؟ هم يقدموا حلول مؤقتة على أمل أن لما تشتري الوقت قد يظهر في المستقبل، وخاصة الآن هم في تحول في الاستراتيجية من حالة التقشف الشديد إلى حالة التقشف مع اتباع سياسات للتنمية الاقتصادية. وأعتقد هذا يعني حل أفضل بكثير مما كان موجود عليه في أيام ساركوزي في فرنسا والاتفاقات اللي عقدها يعني مع ألمانيا. يعني على الأقل بيعطي نمو، على الأقل بيشجع شوية نوع نمو من بالبلد. النمو بالضبط. لكن المشكلة الرئيسية الآن إنه هم عم يطلبوا إنه عملية النمو هذه تكون مدعومة بشيء اسمه السندات الأوروبية، حتى تستطيع الدول أن تنفق، لأن عملية الإنفاق هي اللي بتعمل النمو الاقتصادي. ألمانيا الآن تقف حجر عثرة في هذا الشيء. ألمانيا تقول تريدون أن تنفقوا ليس عندنا مانع، تريدون أن تنموا الاقتصاد ولكن بالمقابل يجب أن تأخذوا يعني إجراءات وسياسات يعني تلتزم فيها هذه الإجراءات والسياسات بسقف أعلى للميزانيات في الحكومة، لأنه أنت إذا عندك مبالغ موجودة متوفرة تستطيع أن تنفقي كما تشاءين، ولكن تم تحديد الميزانية لكل دولة ضمن الحدود معينة، فمعناتها أنت تستطيع أن تنفقي فقط ضمن النطاق المحدد لك. ألمانيا تطالب بهذا الشيء. يعني ألمانيا ما عندها مشكلة أنه هي تصدر سندات أوروبية توافق عليها، لكن بشروط. ليس الآن تحتاج إلى أنه تحتاج إلى أولا أن تلتزم الدول الأوروبية
بسقوف معينة للإنفاق. لماذا لا يلتزمون برأيك جعفر؟ لماذا؟ أعتقد أنه العملية مش هم يريدون أو لا يريدون، المسألة غير قادرين يمكن. غير قادرين نهائيا. يعني أنت اليوم عندك معدلات بطالة عالية جدا، عندك معدلات ما في معدلات مو اقتصادي في الواقع، في انكماش في أوروبا، يعني إيطاليا وإسبانيا وغيرها من الدول، البرتغال وأيرلندا، اقتصاداتها كل ما عم تنكمش بحدود حوالي بين 0.5% إلى 1.5% سنويا. بطالة عالية، تدفقات رأس المال الأجنبية طبعا بدأت تتجه بالاتجاه المعاكس إلى الشرق. في يعني شك كثير في قدرة البنك المركزي الأوروبي على أنه يقدم حلول وافية بهذا الاتجاه. الآن النظام البنكي المصرفي في إيطاليا وفي إسبانيا وغيرها من الدول يعني واقف على حافة الهاوية تقريبا، خاصة في إسبانيا. وانت حضرتك يمكن شفتي ردود الافعال في الاسواق الماليه بعد ما اعلنوا عن حزمه حوالي 125 مليار دولار لاسبانيا لمساعده اسبانيا. نعم. انخفضت الاسواق الماليه وصعودها حاليا. حقيقه انا بس حابب يعني اذكر نقطه مهمه، في حاجه في النوع من التنبؤ الاقتصادي اللي يسموه السكند ستاندرد ديفيشن او الانحراف المعيار الثاني. لما انت بتعملي دراسه على الريسك بيكون عاده انحراف المعيار الاول بيشمل حوالي 68% من تقريبا الداتا اللي موجوده. في حاله الستاندرد ديفيش الثاني بيكون عندك تقريبا 95% من الداتا. بمعنى اخر انه الان الاسواق الماليه اقتربت من مرحله انه لا تستطيع الهبوط اكثر من هذا، وانه الاحتمالات الاكبر الان هو الصعود. طبعا الاسواق الماليه تراقب هذه المؤشرات. من جهة أخرى مثل ما تفضلتي موضوع يعني نحن نتكلم فنيا بغض النظر عن الأساسيات، بالضبط فنيا نحن مؤهلين لموجة صاعدة. أما هل في إمكانية هلأ؟ طبعا إذا حصل أنه الأسواق المالية بدأت ترتفع وتتحسن خلال الفترة القادمة وهذا متوقع طبعا، هذا سيكون مريح جدا للدول الأوروبية وسيساعدها بشكل أو بآخر على فعلا يعني شراء الوقت بشكل أفضل. يعني هل ستأتيها الأخبار من أمريكا يعني تحديدا باعتبار أوروبا يعني كل الملفات السلبية وحتى شو ما جاءها أخبار إيجابية، هل ستكون قادرة على انتشال أوروبا ممكن. أم أمريكا هي ستكون المؤشرات الأمريكية؟ لا أمريكا لن تستطيع انتشال أوروبا، لكن أتكلم عن مؤشرات أستاذ جعفر. المؤشرات الاقتصادية في أمريكا لحد الآن غير واضحة. لحد الآن يعني أنا لا أستطيع أن أجزم إلا من خلال ملاحظة واحدة، إنه الداتا حاليا تقريبا دخلت في موضوع الستاندرد ديفيشن رقم 2، وهذا يؤشر بشكل أو بآخر عن الأسواق المالية مستعدة للصعود. هلأ الأخبار الاقتصادية حتى الآن في أمريكا غير مشجعة كثير، يعني عندك مثلا السلع المعمرة. نعم يعني هذا اللي أخذنا خلال الفترة الماضية، لكن خلال الأربع شهور الماضية لو أخذت أربع شهور. نعم. من أول السنة لحد الآن صراحة السلع المعمرة نمت بمعدلات بطيئة. طيب جدا. يعني أما ألا ترى معي جعفر أنه فعلا دائما هذه الأسواق هي تنتظر فقط أخبار آنية حتى لا يصمد الخبر مرات أكثر من يوم أو حتى نصف يوم ومن ثم تعاود، يعني واضح أنه نفس قصير. طيب كيف السبب الرئيسي يرجع إلى أن الاقتصاد المالي خلال السنوات القادمة نما بشكل كبير على حساب الاقتصاد الحقيقي. الآن الاقتصاد المالي غير قادر أن ينمو أكثر من هذا ويعتمد بشكل رئيسي على الاقتصاد الحقيقي. الاقتصاد الحقيقي غير قادر أن يوفر الغطاء الكامل لأن المعطيات الاقتصادية الأساسية ضعيفة. وبالتالي عندما ينظر الاقتصاد المالي أو الأسواق المالية تنظر إلى الوضع الاقتصاد الحقيقي ترى أن هناك في أخبار مخيبة للآمال كثيرة، وبالتالي تعود إلى التراجع. يعني الداو جونز نزل من حوالي 13200 إلى حوالي 11900 ورجع مرة تالية. يعني بخلال هذه العملية تمت بخلال يمكن حوالي شهر أو أكثر شوي، بس هذا نزول رهيب وهذا نزول سريع جدا، حوالي نتكلم على حوالي 1400 نقطة. نعم. بخلال شهر، وهذا شيء كبير. هذا النوع من الحركات تحركات في الأسواق المالية يدل على أنه ليس هناك ثقة في الحلول المطروحة. أنفقنا مليارات الدولار سواء كان في أمريكا أو في الولايات المتحدة، واضح أنه كلهم عندهم قلة ثقة ولم نحصل إلى نتيجة. يعني اليوم أمريكا أنفقت بليونز أوف دولارز، وين معدلات النمو؟ أقل من 2%، وحتى البطالة عم تزيد لكن بشكل سريع. يعني دائما الناس بتحب تعرف طيب اليورو وين حيروح، الدولار وين حيروح، وين شايفه بعد القمة، هل حيطلع ولا ينزل؟ شلون؟ في ثلاث شغلات لازم تحصل عشان هذا الاقتصاد العالمي يتحسن. لازم اليورو يعني يوصل إلى مرحلة 1:1 مقابل الدولار أو أقل. إمتى واصلين نبأ برأيك بعد القمة؟ من هون لآخر السنة. يعني الدولار سيصعد. اليورو بده يضل نازل بنزول بشكل قوي جدا. ما في مجال، لأنه هذا حل وحيد بالنسبة لأوروبا عشان تقدر تنافس في الأسواق العالمية. النقطة الثانية التحول اللي عم بيحصل في الاقتصاد الصيني الآن.
الصين تتحول من اقتصاد يعتمد في النمو على الاستيراد على التصدير إلى الاستهلاك، والآن في باكيجز محفزات للنمو كبيرة كثيرة في داخل الاقتصاد الصيني للتعويض عن التدفقات النقدية الآن اللي أصبحت قليلة جدا داخل الصين، وبالتالي عملية نمو الاقتصاد الصيني عملية نمو الاستهلاك سيساعد أوروبا بشكل أو بآخر، لكن هذا سيحصل على حساب اليورو وسيحصل على حساب الذهب. يعني اشكرك جعفر بدوان، فعلا يعني نحتاج الى ساعات لنشرح كل هذه المعضلات. لنذهب الى فاصل قصير مشاهدينا.